السلام. انا الاخ ديال المتهم بالقتل في منطقه درب السلطان. بغيت غير نقول لكم حيت شفتي كومونتيرات البارح في الراي العام باللي واخدين واحد النظره خايبه على الدراري اللي مشدودين. بغيت غير نوضح لكم ونفهمكم الفيلم كامل من ا حتى لزد على داكشي اللي طرا. الله يرحم لي ماشي اللي دار الذنب يسال العقوبه. انا بغيت غير نبدل النظره ديال الراي العام لوك الوليدات اللي مشدودين والاخ ديالي راه مشى ضحيه. انا كنت انا وخويا في الدار ناعس وحدايا، جا حموده حش خويا هو الملقب بولد فاطمه، جا حموده دق عليه في الدار قال لي يلا معايا البوسكوره. ما قالش لي مضاربين، قال لي يلا معايا البوسكوره. قال لي يا سيموش مشي. قلت لي سير مولفين شي باش وفواحد البارطمان تماك. قلت لي سير. مشاو داز شي ساعه لاروب طلعوا عندي بجوج دقوا في الدار طالعين شي قفق فوق. قلت لهم مالكم؟ قال ضربنا واحد. ما قالش ضرب، ما قالش لي خويا ضربش، ضربنا واحد. وحموده اللي معاه طاح لي في الصالون سخفان وتيقول لي اشرف راه ضربنا واحد. طلع خويا بدل الثياب ديالو وقال لي. قلت لي فين اشباش؟ قال لي غنباش عند واحد الدري. الغد ليه تلاقيش مع خويا جا بدل عاوتاني حوايجو. قلت لي فين هو؟ قال لي راه خونا في السبيطار الله يرحمه مسكين. انا ما فهمتش، ما غاديش نقول كان معدي ولا شي حاجه، داكشي من الله، ولكن الله يرحمه ديما خصنا نقول الله يرحمه. حشماش وبشا لا واحد ترزا في امي يمشي وواحد ضاعت لي حياتو. جا عندي قلت لي فين هو؟ قال لي راه الاخر في السبيطار. قلت لي وحمود فين هو؟ قال لي راه غادي فهمتش. مشيت لعبت ماتش لعبت كوره رجعت هزيت التليفون صيفط لي ميساج قال لي اشرف راه الدري مات تهلا في الدار وتهلا لي في خويا الصغير وراك عزيز عليا. صافي من بعد وصلت مشيت للدار قلت لهم تصدموا عاش ماشي ديالو كما تيقول الدرب كامل راه دري ويش ولد الناس ومسكين حتى هو العقل ديال الصغر عمرو لي راسو شحال من حاجه. صافي مع الوحده ديال اللي سمعت تقدم قدموا بالدري. وفين قدموا؟ ما قدموش في درب السلطان. انا هادشي علاش كنقول علاش قدموا ما قدموش في درب، قدموا في عين الشوق. وكنقول انا علاش تقدم في عين الشوق؟ ما فهمتش انا، ما واش ما كاينينش كوميساريات في درب السلطان ولا وما عرفتش واش بغاو يطيحوا التهمة في خويا كامل. لا ما عرفتش انا ما فهمتش علاش تقدم في درب، ماشي غير الاخ ديالي كاملين. حاش انا في الاول كنت كنظن الاخ ديالي ولكن فاش شفت الفيديو كاملين هازين سلاح ابيض. والسلاح ابيض ماشي ديال خويا، ديال اللي معيط ليهم كاملين. انا عاود لكم فيلم عاوتاني. فاش جا خويا عاود لي الفيلم قال لي كان هو وواحد البنت حموده في الدرب ديال الاخر ومع ضربوا بكود. جا الاخر كان سكران الله يعفو عليه، اي واحد تيشرب كان سكران ضربوا بكود. حموده مرضاش رجع جمع الدراري وعيطت ليه اختنا حتى واحد الدريه متورطه في هادشي. عيطت ليه قالت ليه الو حموده جي راه الاخر بوحدو في دربو مسكران. هي فاش جا مول الامانه دا امانته الله يرحم اللي ماشو. انا بغيت غير نبدل النظره ديال الراي العام خويا، راه والله تا ود الناس واي واحد تيقولها فيه زوينه. وانا راه تصدمت بها، انا والله ما تنعس بالله قسما بالله ما تنشوف الناس، والله ما تنعس يا الله ما تا مصدوم تا انا تنخمم. الله يدير لي شي تاويل والله يرحم لي مات. نبعدو من الصداع فهمتي، على الصداع على يجيو عائله الاخر ولا شي حاجه فهمتي، نبعدو من المشاكل وصافي. تبرد القضيه ان شاء الله ونرجعوا والله يدير لهم شي تاويل. دوك الدراري كاملين كاملين دراوش، حتى واحد فيهم مدرويش، حتى واحد فيهم مقبيح، كاملين دراوش. لا ماشي غير الاخ ديالي انا انا علاش بقى فيا الحال؟ شفت شي كومونتيرات البارح، انا ما كنتش غادي نعيط لكم فهمتي. شفت شي كومونتيرات ضروني وبقيت كنبكي البارح بالليل وبقى فيا الاخ ديالي فهمتي. واخا الروح عزيزه عند الله ولكن بقى فيا. كنشوف شي كومونت كيقول لك هادو مجرمين، والله ما عمرهم داخلين الحبس ولا شي حاجه. اول منشف لهم جابوا على القتل ومصدومين. وخويا دري دابا راه تندوي معاه في التليفون راه مصدوم، راه منأنبو ضميرو مسكين، راكم منأنبو ضميرو كاع ما يقدم راسو. راه نروح عند الله عزيزه والله يدير لي شي تاويل، الله يدير لهم كاملين شي تاويل. حنا ماشي غنقول لك واحد خايب واحد كاملين، اللي دار الذنب يسال العقوبه ولكن ما يهزش الدق خويا. هادشي اللي بغيت نقول انا. شوف انا نقول لكم الشباب كاع ما كاينش صاحب في هذا الوقت هذا. وصاحبك غادي يديك يقول لك يلا معايا نقتل واحد، يلا معايا نضرب واحد، ولقى حتى هو عقله صغير راه مشى معاه في هاويه. والله يدير لهم شي تاويل هادشي اللي كاين. يعني